لو رشحتم كتابا مختصر لعامة الناس يقرؤونه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو مقترح كذلك للكتابة في هذه السيرة العظيمة. نسأل الله التوفيق. لكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب كتب كثيرة والحمد لله، مختصرات هذا الحبيب ومحبه للجزائري، هذا كتاب جيد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وابن كثير رحمه الله، لكنه مطول لكنه مفيد لطلاب العلم البداية والنهاية، وكذلك في مختصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من سيرة ابن هشام، وزاد المعاد في المجلد الأول في البداية، وذكر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام باختصار ويعني أمور مفيدة. فالحمد لله، والإنسان يجتهد، ونسأل الله التوفيق للجميع. Thank you.